في موقع الهيئة نت، فرع الهيئة في أبي غريب يقدم مساعدات إغاثية للنازحين، وفرع الطارمية ينجز مشروعا اجتماعيا. صحيفة المدى مؤسسة أمريكية، استثمار المنح الدولية في الإعمار فقط لا يمنع ظهور التطرف. في موقع كتابات، انتقادات واسعة لإحجام إيران عن دعم إعمار العراق بالأموال في مؤتمر الكويت. في موقع الجزيرة نت، تصعيد إسرائيلي بغزة ونتنياهو يتوعد بالمزيد. في صحيفة العربي الجديد، منع عودة 1300 عائلة نازحة في ديالة. في صحيفة القدس العربي، شهيدان فلسطينيان في غارات الاحتلال على غزة. وفي صحيفة الحياة، مستشار الأمن القومي الأمريكي، شبكة وكلاء إيران تعزز قدرتها على إطاحة حكومات.